من ينجو من الأمطار لا ينجو من مخلفاتها يقول الجا الذي يحث الخطى إلى منزله الذي تحيط به المياه من كل جانب ولم تحط به السلطات المعنية علما. في هذا الكوخ الهرمي يسكنه هو وأبناؤه، فلا مكان لهم سواه، هو مسكنهم وهذا كان مطبخهم قبل أن ينقض. أما الحمام فهو هذا، يتخذون من أكياس البلاستيك سدا يمنع تسرب المياه إلى أعماق الكوخ، كما يتخذونها وسيلة لتحصيل القوت في صورة يبعث أصحابها برسائل من تحت الماء. الله يبارك من الدولة أنها يعني مواطن دارها تعاود لي برزون الصراب ندير فيها حتى ما عندي باط يشري باط يشتغل شاشة نزال صغيرة أقرأ لها القرآن وشوي بحال مدرسة. طالب من الدولة تعطيني بريد ونسكنوا فيها، أنا مواطن تعرف لي شيء. بعيون صغيرة ترقب الصغيرة مستقبلا ينقذها من واقع ولدت فيه، واقع راكد كهذه البركة التي ألف قطعها بأقدام حافية تنبئ عن معاناة تكبر ككرة ثلج. يأملون أن يتوارى هذا الواقع خلف ظهورهم مستمسكين في كوخهم المسكين بعروة الله الوثقى. ما عندنا شيء، بلاصة نقعدوا فيها وفي الليل ولين تكون فرش الحوال نبل نصبح نصبوا نبل لا بين الماء، عندنا شيء بلاصة قاعدة نقعدوا فيها. هم حرف من حكاية البرك والمستنقعات التي تخلفها الأمطار في مدينة واكشوط، والتي شوهت وجهها الحضاري وشردت أسرا بأكملها وتركت أحياء خاوية على عروشها في مدينة تسمى بذات النطاقين. محمد عمر بلول، الساحل تيفي.